الذي تدفع المستهلك او الشخص لشراء هذا الشيء. قد يكون الرمز يرمز المنتج ده بالنسبه لك امريكا ولا انت عندما تلبس البدله تلبسها كده بدون رمز. انت تلبس البدله من الظهور التباهي حتى يقول انك انين، حتى يقول انك رجل اعمال، حتى يقول لا ولا كيف يعني؟ تشتري الحاجه عشان ايش يعني؟ لا بد يكون في منفعة. المنفعة بشكل نظيف، بشكل نظيف تظهر أمام الآخرين بشكل مهندب رائع. عندما تشتري السيارة ممكن لك تشتري سيارة روكي زي حقي تنتقل فيها من مكان إلى مكان آخر تحقق نفس المنفعة، لكن أنت تريد منفعة أخرى، التباهي والظهور. ولذلك أنا أوفر لك في منافع أخرى، منافع أخرى. ولذلك لما قال الله سبحانه وتعالى لموسى وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي، هي عصاي بالأول أتوكل عليها ولي فيها مآرب أخرى. يعني مش منفعة التوقع فقط، ولكن هناك منافع أخرى، منافع أخرى لا أدخل في التفاسير، لكن هناك منافع أخرى. حاجة تحقيق الذات اللي طبعا الدين أسميها الكور اللي هي المنفعة، الشيء الذي من أجله، الشيء الذي من أجله اقتني هذا المنتج، هذا تحليل قيمة المنتج. أنت هنا بعدين في البعد ده يسمونه الملموس، البعد الملموس تانجبل، الشكل تانجبل الملموس. ويتمثل بالشكل، مكونا الحجم، لا مش تخليه الملموس بالمكونات، المكونات المكونات الكيميائية للمنتج ده، ايوه اللون، الغلاف، الحجم اللي قلناه العبوة، اوكي؟ ده التنجبل الشيء الملموس. وبعدين في بعد اخر اللي هو الاوجمنتد الاضافية، هي خدمات معقولة، خدمات معقولة، ها؟ الاوجمنتد دي اللي هي خدمات اضافية، مثل ايش؟ تتمثل بتوفير قطع قطع الغيار، الصيانة، النقل اللي هو الشحن، وإلى آخره، خدمات إضافية، خدمات إضافية. هذا فيما يتعلق بأبعاد المنتج. هنا نتكلم على المستوى الأول، جوهر المنتج الكور، هو الذي يوفر الإجابة على سؤال مهم، وهو ماذا يشتري المستهلك في حقيقة الأمر. إذا كل منتج هو في الواقع عبارة عن حزمة تضم خدمة الإشباع لإشباع رغبات المشتري، فالمرأة عندما تشتري أحمر الشفاه فإنها في الواقع لا تشتري لونا يزين الشفاه، وإنما تشتري ما يضيفه هذا المنتج من جمال وجاذبية عليها. يقول مدير التسويق احدى الكبريات شركات انتاج مواد التجميل، اننا نصنع في مصانعنا مستحضرات التجميل ولكننا في متاجرنا نبيع الامل والجمال. يعني منافع، منافع، ما نبيع عندنا منتج يسموه احمر الشفاء هذا المنتج او قاروره العاتق، لا نبيع قاروره العاتق، نبيع ها، انما نبيع الاناقه، نبيع الجمال. اذا لدينا إدارة التسويق تريد أن تحقق هذا الجانب، الجوانب الملموسة للمنتج، تقع على عاتق مخطط المنتجات مسؤولية تحويل جوهر المنتج إلى منفعة إلى منتج ملموس يحمل عدة صفات وخصائص مثل مستوى الجودة، المظاهر المميزة، اسم الصنف، تغليف، التعبئة. المستوى الثالث أو البعد الثالث أنا سميتهم أبعاد المنتج، هنا مسميين مستويات، أنا سميتهم أبعاد المنتج. المستوى أو البعد الثالث خدمات إضافية تتعلق بالمنتج، مسؤولية تخطيط المنتج قد يعرض خدمات إضافية وتنجح الشركة عندما توفر خدمات إضافية لعملائها مثل توفير قطع الغيار، مثل الصيانة، مثل التركيب، مثل الاستشارات، لأنه في خدمات قبل
خدمات بعد بعد البيع. قبل البيع تتمثل بالاستشارات. تصنيف المنتج، أنا صنفت المنتج هنا، أنا صنفت المنتج هنا إلى سلع، إلى سلع استهلاكية، خدمات، لا سلع يا محمد ركز معي، أنا صنفته أولا إلى سلع. شوف لا تخبطوش، شوف لما ما تستوعبش الموضوع بعمق ممكن يحدث لخبطة حتى في الامتحان نفسه وتخرج كأنك جوت ولا قلت حاجة وأنت تكون أدفقت بوب بارزي من الفوز. عندك هنا تصنيف المنتجات إلى سلع، إلى سلع، إلى خدمات، إلى أفكار، إلى أشخاص، معلومات، إلى بعدين نرجع أصنف من جديد. تصنيف آخر للسلع، تصنيف آخر للسلع، سلع استهلاكية، سلع صناعية، وبعدين أرجع السلع الاستهلاكية بصنفها إلى سلع معمرة، سلع ميسرة، سلع ميسرة، وسلع خاصة. خليكم معي بس، هي أحيانا تختلف الألفاظ والمعنى واحد. ها أنا لما أقول لك سلع معمرة هي سلع التسوق، سلع اللي أنت تقصدها سلع تسويقي، سلع تأخذها مني كذا، خذها مني، خذوها مني، لا تقارن، لا تقارن، خذها مني بس. أنا بقسم السلع الاستهلاكية إلى مين؟ هي بتختلف المترادفات والمعنى واحد، والمعنى واحد. قلت السلع الاستهلاكية، الآن تقسيم السلع الاستهلاكية. ها؟ طيب قبل ما نتكلم عن السلع الاستهلاكية، ما الفرق بين السلع الاستهلاكية والسلع الصناعية؟ السلع الاستهلاكية تبتلى، أنا أشتري الكلام يكون مستقيم، تبتلى، ها؟ استخدم أو تبتلى؟ تبتلى، لا ما تقولش استخدم، شوف بعدين بقول لك الفارق، تبتلى لغرض الاستهلاك النهائي. استهلاك المباشر. مش تستخدم للاستهلاك النهائي، يعني كلام ما ينبغيش، تقتنى أو نشتري لغرض الاستخدام النهائي أو الاستهلاك النهائي. نعم. السلع الصناعية تقتنى لغرض استخدامها لإنتاج منتج آخر. أوكي؟ وهناك سلع استهلاكية وفي نفس الوقت سلع صناعية. الفصام بين السكر مثلاً. مثل السكر مثلاً قلت لحضرتكم نشتريه لغرض الاستهلاك النهائي ونشتريه لغرض إنتاج صناعة الحلوى وغيرها. طيب الآن نقسم السلع الاستهلاكية. يحتاج إلى تركيز. شوفوا بالتسويق. هو ذهب الناس إلى أن يقول لك أي واحد يعرف يهدر هذا مسوق، لا 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 لا، التسويق، التسويق دقة، تتلاحظ حتى بألفاظك لو أخطأت عكس المفهوم، تعكس المفهوم تماما. هو دقة، دقة في اللفظ ودقة في العمل يعني. طيب السلع الاستهلاكية حقسمها إلى معمرة، شوف معمرة دي مثل إيش؟ سلعة التسوق، سلعة التسوق اللي إحنا نقولها سلعة، إحنا نقولها سلعة تسوق، السيارة سلعة تسوق، شوف السلع المعمرة هي زي السيارات، الأدوات المنزلية بشكل عام، الأدوية، أي بالضبط، يعني ميزتها إيش؟ أنا متى أسمي؟ خليكم معي، متى أسمي السلعة دي معمرة ولا مش معمرة؟ بناء على معيارين، المعيار الأول ارتفاع ثمنها، أوكي؟ المعيار الثاني لا لا تقتنى لفترات متقاربة، وإنما فترات متباعدة، نقتني هذا المنتج لغرض استخدامه فترة، أنت حتشتري الشبيل أقل حاجة تستخدمها سنة. مش كده؟ والناس اللي ببلدان غير بلداننا طبعا هم حيشاهدوا اخواننا حقنا المحاضرات، ديروا بالكم ترش بال، ها يشاهدوها في جميع، انا شفتها يشاهدوها في الدول العربيه، ايضا الدول العربيه تمام، بيضحكوا علينا لما نقول اشتري الشميز اللي نستهلكه سنه، لانه بعضها يشتري الشميز لمده شهر،
ويعتبرونه من السلع الميسره، ويعتبرونه من السلع يعني تشتروا من اي مكان. احنا نعتبره من سلع التسوق، لانه احيانا تشتروا بعد معاناه طويله. انتم فاهمين معانا؟ لا ممكن يبقى السلع الميسره او المعمره انا لمعيار معين، اولا ارتفاع ثمنها، ثم انه تدوم طويلا، فاذا دامت فتره معينه اسميه سلعه معمره. اما اذا كان بغرض الاستهلاك اليومي زي الصوابين، ها استهلاك يومي او تكرار شرائها، تكرار شرائها عالي، تكرار شرائها عالي اسميه ميسره، اسميه ايه؟ لانه يمكن تشتريها من اقرب محل. اما السلع المعمره يتطلب منك التسوق، ومش التسوق بس، والمقارنه بين الماركات، ومش المقارنه بس، والعوده الى جماعه الاقران لتسال هذه الماركه تنفع ولا ما تنفعش، تدوم ولا ما تدومش، جودتها عاليه ولا مش عاليه، مش يا جماعه تتناسب معي ولا ما تتناسب معي. هذه المعايير اسميها ايه؟ اذا توفرت هذه المعايير اسميها سلعه ايه؟ معمره. اذا بناء على ثمنها، وبناء على تكرار شرائها، وبناء على العمر الافتراضي لها الذي نفترض لها، واضح؟ اسميه سلعه ايه؟ بدون تسميه، بدون تسميه. انا بقول لك اكزامبل زي الادوات المنزليه، الثلاجات والغسالات والسيارات والى اخره. لانه السياره احيانا بسميها من السلع الخاصه مش المعمره بس، وكمان خاصة زي اللي هم عندهم ولاء لماركة معينة من نوع السيارات زي البنز زي البيجو، ايش كيك معنا؟ اسميها ايه؟ سلعة خاصة، سلعة ايه؟ خاصة. والذهب والالماس رغم انه المعيار ثمنها ايه؟ ورغم انه اتسوق لها ممكن اسميه ايضا سلعة خاصة ضمن السلع الخاصة وضمن السلع المعمرة، بس اسميه ضمن السلع ايه؟ الخاصة. تفضل. بالنسبه للجهد اللي ذكرته انت، قد في ناس يشتري الشميز الواحد لمده شهر، وفي ناس يشترون لمده سنه، بعضهم بيومين، بعضهم بيومين، بعضهم مناسبه، بعضهم عجزت عنه. فاقصد لك الجهد، الجهد انت تقول عن الدكتور، هل هو الجهد اللي انا ابذله كمستهلك في السوق من شان احصل على من هذا المكان يا سلام، او الجهد ان انا اعرف واحصل على القيمه؟ لا 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 لا، انا بقول الجهد الذي تبذله انت في البحث عن هذا المنتج، ذا واحدة، لأنك تسأل عن الماركة، البحث في السوق، إيه في السوق، مش البحث عن القيمة حقه، لأنه مش على الثمن النقدي، لا 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 يذهب، لا تذهب بعيدا، لا مش أنا ممكن يا ابني أبحث على قيمة القرن والماء، هل أسميها من السلع المعمرة؟ أنا ممكن ما أجد قيمة قرن والماء وأبحث على أن أجد قيمة لقمة العيش الصبوح أسميه من السلع المعمرة. أنا بتكلم على الجهد التسويقي، أنت تبحث علشان تقارن بين هذه الماركة وهذه الماركة، تقارن من حيث السعر، تقارن من حيث الجودة، تقارن من حيث توفر قطع الغيار، من حيث مش كده كمان؟ لا بالضبط. إذا هذه السلع المعمرة، ثم سلع ميسرة، وذي لا هذه تكلمت عن السلع المعمرة، قلت منافذ توزيعها منافذ ايه؟ مش محدودة، ما قلتوش محدودة، منتقى منتقى انتقاء، بنتقي منافذ التوزيع انتقاء. لماذا؟ لماذا؟ لأن الشركات لا تعتمد الا على وكلاء مشهورين عشان يسهل توزيع هذه. طبعا انت لما تجي تشتري سلعه معمره بسعر مرتفع لابد ان يكون من شخص ثقه تستطيع ان تخاطبه وان ترجع له السلعه وان تبدلها وان تحصل على قطع غيار منه. ما يمكنش انا اجيب سلعتي مثل هذه السلع بالشارع واحد يبيعها، لان من ضمن السلع المعمره ما عليها مشكله معك او فتح وكاله باسم الشركه. يعني من صفات هذه السلع ايضا من معي انا اختار لها منافذ التوزيع منتقى انتقاء. تعال هنا ميسر، هذه السلع الميسره رخيصه الثمن، تكرار شراؤها عالي، تكرار شراؤها عالي، زي الشوكولاته والصوابين والسيجاريت والى اخره، مشكله لا سعرها منخفض، المنافسه فيها
شديدة. تمام. يحصل عليها المشتري من أي مكان؟ من أي مكان. هذه اسم السلعة الميسرة. وفي سلعة يا إخوانا اللي هي السلعة الخاصة. السلعة الخاصة. هذا فيما يتعلق بتقسيم السلع. السلع. تعال نشوف فيما يتعلق بالسلع الصناعية. السلع. شوف. دكتور. أعود إلى الشاشة. إيش الفرق ما بين السلع الميسرة والسلع الخاصة؟ صليتهم على الرسول. أنا من أول شعب علي. أنا عشت وصل للمقام. أنت كنت سارع يا ابني. لا مش سارع أنا معك بس عشت وصل للمقام معين. خدنا مشحب. وأنا أفرق بين السلع الخاصة والمعمرة والميسرة. وأنا عامل مقارنة قوية بينهن. السلع الميسرة رخيصة الثمن. تتواجد في كل مكان. المنافسة بها شديدة. استخدام معدل شرائها عالي. يعني تكرار شرائها. دكتور السؤال هنا. هل السلع الخاصة أنا أقصد الماركات المعينة من السيجاريت والشوكولاتة هل تعتبر سلع خاصة أو ميسرة؟ في سلع خاصة. للسلعة اللي عندها ولا أنا أشتغل أنت عاوز تصلى هنا يعني يعني زي السيجارة يقول لك دي سلعة خاصة وميسرة في نفس الوقت بقول لك السلعة معمرة وسلعة خاصة في نفس الوقت وسلعة ميسرة وسلعة خاصة في نفس الوقت زي السيجارة هي موجودة في كل مكان تشتري لكن ما يمكنك تشتري سيجارة رتمان وأنت تشتري تشرب مالبورو مش كده يا جماعة لا في نفس الوقت كده هو في نفس الوقت كده تحصل زي السلع الخاصة أنا أقول لك والمعمرة هي معمرة وخاصة في نفس الوقت طيب تعال يا جماعة احنا تكلمنا على السلع غير المعمرة تكلمنا على السلع المعمرة طبعا التصريف حسب درجة الولاء للمستهلك يعني تتمتع في سلع تتمتع بدرجة ولاء عالية نسميها هذه أنا سلع خاصة و سلع يجب أن تقسمها تقسيم اللي السلع حسب ولائها المستهلك وفي سلع ما يمكن تغير تنتقل من ماركة إلى ماركة بسهولة صوابين يا جماعة زي الصابون ممكن تأخذ كريستال ممكن تأخذ طاووس ممكن تأخذ ها صحيح يكون في ولاء بسيط لبعض الصوابين لكن إذا ما توفرتش هذه السلع الخاصة بإمكانك تشتري بديل مش كذا لكن لو زي ما قلت لك في سلع يكون في عندك لها ولاء قوي زي ما أنت مدمن في سيجارة المالبورو يعني لو قال لك ما بش مالبورو حتبحث إما أن تحصل على مالبورو أو تشرب سيجارة السيجارة الحمد لله العافانة ما ابتلى به كثير من خلقه هو السيجارة يعني برضو ابتلاء تقول كذا قل الحمد لله الذي عافانا وابتلى به كثير من خلقه بس نضرب بأمثلة على سهلة الفهم يعني طيب ودي السلع الخاصة تكلمنا عليها نجي للسلع الصناعية نصنف السلع الصناعية صنف السلع الصناعية طبعا يا جماعة دي في التصنيف ده مش كل شيء الذي بقوله لكم لأنه في عدة علماء منهم كوتلر ومنهم سلاك ومنهم ستانتون منهم صنفوا السلع الصناعية إلى أكثر من تصنيف إلى أكثر من تصنيف أجيب لك أشهر التصنيفات أشهر إيه التصنيفات تصنيف السلع الصناعية إلى المواد الأولية وهي المواد التي تدخل مباشرة في العملية الإنتاجية تعتبر جزء من السلع المصنعة أوكي وهي تعتبر مادة لم يجرى عليها أي عمليات صناعية سابقة سمها مادة أولية سموها أيضا أحيانا سموها السلع المزرعة أو سموها السلع الحقل المادة الأولية وزي المادة الطبيعية سموها السلع الطبيعية المادة الأولية مثل مواد أولية طبيعية زي البترول الزيوت لا الزيوت يقول عليها تحويل أنا بقصد المادة الأولية التي تأخذ من الطبيعة زي المنجل يعني هنا أخذ نحفر على البترول وطلعها مادة طبيعية بترول دي نسميها مادة أولية تمام؟ أما الزيت هي قد تجريت عليها عملية تحويل تكرار مواد أولية طبيعية زي الأخشاب
نقطعها من الغابة. مادة ايه؟ ونصنع منها الأبواب الشبابية.